ولكن الزعيم له ايامه، له صولات، واليسون يبعد الكره للزعيم الثالث عشر، ومزاحمه اف سي نواديبو بنفس العداد في الصداره بانتظار المواجهه غدا مع فريق الجيش والراسيه. الكره ما زالت لم تخرج، ترجع لفريق تبرق زينة، عرضيه الكره من جديد، العاصمه مرفوع الكره بالراسيه، كره مازال الشيء خطير، وعلي الصنبا اسماعيل، الى من الى ايدي مامادو، لا مادو سيك مادو مازال خطير، الله يا مادو، مازال امادو خطير وركله جزاء، ركله جزاء لمصلحه فريق الاكسر، وبطاقه صفراء قادمه على ديمبا تراوري فريق الاكسر ليكون على موعد مع قياس بقيه، الا اذا كان للناموري جاو رايون اخر، صد الناموري، نعم للناموري جاو رايون اخر، صد ركله الجزاء. سيدي معطله عاجزه عن ادراك الاسباقيه في المباراه والتقدم، وبا حسين يصفر نهايه الشوط المباراه الاول بالتعادل السلبي. دامت الكرة تجول وتدور، فإن المستحيل ليس في قاموسها، مع طلة وانطلاقة، الكرة خطيرة عرضية، لا تيساقو، جول، لا تكمل كلمة الجول، وكبير جدا مع فريق الترازي، خطيرة، لا مازال، أوه ركلة جزاء، لا مازال خطيرة، لا ضيع سيدي مات الله. من الوقت الكثير، سينيمان مازال يرجع لدوكوري، دوكوري خطيرة، حذر يوووو، آه يرقى عبد الشماد، ممتاز عرضية خطيرة، يا سلام، هي القدارة، هي الخاطفة، هدف يأتي في الثواني الأخيرة ليخطف به تفرق زينة فوزا غاليا، على هدف يأتي في اللحظات الأخيرة، يسرقون المباراة براسية متقنة فريق تفرق زينة بعرضية مثالية من عبد الشماد، انتصار الأقلى، وعلى أنخامي تنتهي المباراة، على أنخامي فريق تفرق زينة يسرق ويخطف نقاط ثلاث مهمة في مباراة كبيرة.